معسكر. البلد دي بلدنا، البلد دي بلدنا، والشهداء دول اخواتنا، والشهداء دول اخواتنا، والمعتقلين. انا عمرو منير النهارده عاملين وقفه عشان علاء اخونا علاء زغلول وكل المعتقلين. علاء ده كان بالنسبه لي بجد اخويا في الثوره. علاء ده كان بدان، علاء ده علم واحد مسيحي زيي علمه مش كل لحيه تطرف. علاء ده كان على طول بيتخانق مع ولاد ابو اسماعيل، وكان على طول بيتخانق مع الاخوان، بيشوف الدين ما ينفعش يتسيس، لازم الدين يبقى دين والسياسه سياسه. علاء ده بجد يا مثل حي لاي واحد ملتزم دينيا ملتحد. ده بجد حد يعني هو اتمسك ازاي، كان بيدافع عن حد جوه المستشفى، خد رصاصه راح ينقذه، واتخذ من المستشفى يعني هو كان جري ويعرف يجري بس ما قدر مرضيش. ناشط سياسي كبير كان موجود في كل حاجه لمحاكمه حسني، على طول كان بيعمل بانرات اعصابه كبيره بتتكلم عن المحاكمه المش عادله بتاعت حسني، على طول كان بيعمل يسكت حكم المرشد، الحزب الوطني والحزب الحريه والعداله واجهين عمله واحده، على طول كان بيعمل حسابه حاجات كتير قوي. دي اقل حاجه ممكن اعملها له. مجلسكم من غير شرعيه، مجلسكم من غير شرعيه، مجلسكم من غير شرعيه. يا علاء يا اخانا يا علاء، قالوا بلا ثوره بلا انجاز، قالوا بلا ثوره بلا انجاز، شعب وعايز الحل انجاز، شعب وعايز الحل انجاز، واختاروا الطريق الصعب، واختاروا الطريق الصعب، حموا طنطاوي وقتلوا الشعب، حموا طنطاوي وقتلوا الشعب، عن طنطا ويا الخاينين.